لا لا احنا ما عندناش قدرة باش نحيو أي شرط أي قانون اللي موجود ولا ما يخص الستاتي ولا لي ديكري. مي احنا بعد الدراسة النتائج اللي تخرج من الدراسة اللجنة عندها كل حرية باش بعد المشاورة بعضها بعض تاخذ قرار اللي يسمح لنا نخرجوا من الأزمة هذه من هذا السد هذا باش نروحوا إن شاء الله في طريقة يعني قانونية للجمعية العامة الانتخابية. ماهوش ممكن نقعدوا في هذا الوضعية اللي مسدة باش نروحوا لاختيار رئيس اتحاد الجزائري لكرة القدم لمدة طولت. المفروض نلقاو يعني قرار اللي يسمح لنا يسمح للجمعية العامة باش تختار الرئيس تاعها يوم 21 سبتمبر بإذن الله.